اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده على طريقه الامهات في المكسيك. عايزين نروح المكسيك معانا الشيف المغازي من شاشه القناه الاولى، بنطير على المكسيك. عايز نروح ايطاليا، بنطير على ايطاليا نجيب الاكلات. عايز نروح على السعوديه نعمل عمره والاراضي المقدسه، تحية كبيرة للشعب السعودي، نجيب الأكلات العربية. أهلا وسهلا كل الدول العربية. ولكن النهاردة في المكسيك إخواننا دولت لهم طريقة كده في الأكل بتبقى شوية مختلفة، ولكن هي برضو الفراخ، هي برضو الذرة، الرز، ما فيش حاجة جديدة. ربنا سبحانه وتعالى عادل في سواسية البشر مع الحاجات الجميلة الحلوة، إذا كان فراخ الحاجات اللي بنستمتع بيها مع كل البشر على الكرة الأرضية. فراخ مفرومة هنعملها كفتة مكسيكي. ليه سموها مكسيكي؟ لان بيخلشها شويه فلفل الوان، بيخش لها التوست المنقوع في الحليب، بيخش لها رقائق الذره الهشه، ممكن نحط لها فاصوليا حمراء، كل ده مخلوط بالدجاج المفروم، عشان كده خدت اللقب المكسيكي. مع توابل التاكو اللي هي بتتصدر طبعا المطبخ المكسيكي، يعني زي السبع البهارات اللي موجوده عند العطار عندنا في وسط البلد. التوابل التاكو دي هنعمل طبق رز مكسيكي النهارده، الرز البسمتي الجميل بخلطه التاكو اللطيفه الحلوه، تاكل صوابعك وراها لطريقه كده مميزه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. اخواننا في المكسيك برضو مشهورين بان يعملوا الفاصوليا الحمراء، احنا نحب الفاصوليا البيضاء هنا مع اللحمه مع الطماطم، هم عاشقين للفاصوليا الحمراء مع الذره الصفراء، سلطه داخلها افوكاتو بقى، داخلها الطماطم بالكزبره. على فكره في المكسيك عشاق للكزبره الخضراء، ما يحبوش البقدونس، احنا نحب البقدونس، نحب الكزبره، نحب الشبت في المحشي، هم يعشقوا الكزبره الخضراء. مش عايز اطول حضراتكم، تعالوا مع بعض نعمل الرز البسمتي بخلطه التاكو سريعا كده. طاسه على النار، الطاسه دي بنحط فيها شويه زيت زيتون مخلوطين بمكعب من الزبده. حلو؟ طبعا الرز ده سريع وسهل كده، ما هوش كبسه بقى ولا رز بالمكسرات والحاجات اللي احنا متعودين عليها. وادي مكعب الزبده، معلقه خشبيه، حلوه قوي اهو. فاكرين ولا ناسيين الخلطه المكسيكي؟ كانت تضرب في الكبه من شويه. مع التوابل المكسيكي اللي هو التاكو، هناخد منها شويه كده. فين المعلقه الصغيره؟ يا ويلي لو كانوا خدوها. بابريكا، كمون، معلقه سكر بودر، زعتر. لازم يكون الطعم هنا مميز. بصل بودر، توم بودر، فلفل اسود، كل دول مع بعض يا شيف، كل دول مع بعض نقلبهم نخليهم على جنب كده. التومه الحلوه، انا احب التوم مع الرز، ونقلب كده. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ناخد الرز بتاعنا بقى. حلو، حلو اللمه دي. رز بسمتي اتغسل مره اتنين تلاته. وبعد ما يتغسل يتصفى من الميه، وناخده بالشكل ده كده. ونقلبه شويه ونهدى عليه شويه بقى. تقليب يعني. حبات الرز تشرب من الايه؟ من الحلاوه والدلع بتاع التوابل والتاكو المكسيكي المخلوط بالفلفل الملون الاصفر والاحمر. هنقول لك طريقه العمل البولتي دلوقتي، بسيطه وسهله، صحيه 100%. والبولتي بتاع خير مزارعنا ده غير الدنيس، غير البوري، غير السمك اللي فيه دسامه عاليه جدا. الدسامه والدهون موجوده دايما ما بين جلده السمكه ولحم السمكه اللي في ظهر السمكه. سمك البولتي بتاعنا بريء، مزارعنا اللطيفة الحلوة العناية بيها والاهتمام من قبل الدولة بصراحة بنصدره للدنيا كلها. هعمله لك دلوقتي بطريقة صحية ازاي. البولت تتشال معدته ويتنضف كويس، تاخده خضار، كزبرة على بقدونس على فلفل على أي خضرة أنت حباها، حط الخضرة اللي أنت حباها كده في ذهنك وقطعيها كلها وحطها في قلب بطن السمكة مكان المعدة بتاعتها ومكان الخياشيم، مع معلقة زيت زيتون صغيرة يا أمي، وتقطعها من فوق كده من عند السلسلة، وفص توم ناعم، ودخلها الفرن. ألف هنا وشفا. وعشان خاطرك هنعمله لك يوم الأربعاء إن شاء الله بإذن الله تعالى. بكرة الأربعاء، حلو الكلام، نعمله بكرة. زي الفل. تقلبة دي كده. الرز اهدى عليه شوية خالص. قلبناه مع التوابل. وعند ميه بتغلي، خلي بالك التركية دي مهمه جدا بقى، ما ينفعش
اكون شغال مع الرز بالشكل ده كده وتعبان على التوابل وقاعد بتكلم عنه كده وجنبي ميه بارده؟ لا لازم تكون ميه مغليه. اهو حار ينزل على حار، سخن ينزل على سخن. زيت الزيتون مع الزبده مع التوابل. اللون ده هتقولي لي جاي منين؟ انت مش متابعاني من الاول، جاي متاخره. انا ذنبي ايه؟ اشرح تاني. فلفل الوان احمر واصفر ضربتهم في الكبه مع توم وبصل ناعم مع شويه زيت زيتون، قلبتهم مع بعض وتوابل التاكو، توابل المكسيكي، البهار المكسيكي عباره عن توم بودر، بصل بودر، شويه سكر بودر، كله بودر مع بعضه مع كمون مطحون ناعم، شويه زعتر، بابريكا، كل دول في قلب الخلاط وخلطناها وبنستخدمهم دلوقتي مع الرز. اللهم صل على النبي. ايه الدنيا هنا بقى؟ ليه حاطين لي المصفى؟ ولسه مكرونه؟ تعودنا هو ده، نشيلها من هنا. ناخد بعضينا بقى، يلا الصوره الحلوه. اوبا، اللهم صل على النبي. انا هتمنى احط ميه لغايه لما تقول لي بس يا فاروق، انت حر بقى. لو خليتني احط ميه، الميه تيجي لغايه عندك وتقعد في الكنترول. ايه الحلاوه دي؟ ايه الصوص؟ كفايه، هو ده هو ده. الرز البسمتي مع التوابل، كل ده اوعى توطي النار خالص، يبقى تغلي كده مع بعضيها كانك بتعملي مبكبكه. لان الرز البسمتي ده بياخد وقت كبير في السوى شويه غير الرز المصري بتاعنا. الرز المصري غلوه والتانيه نهدي عليه النار واطلع الرز لما يستوي والرز ما يعجنش مننا، لازم النار تبقى هاديه عليه والجو ده كله والشياطه. لا حلو الرز البسمتي غير كده. كانك بتسوي مكرونه. يسيبه كده على النار بس لازم تغطيه. يلا نغطي الرز. الرز هو ده. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع للكفته المكسيكي، نبص عليها بصه كده قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا ونرجع للسلطه من قلب العاصمه المكسيكيه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. الرز عايز تعوم تعال. لا الرز ده الرز مختلف ده. لا 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 لا، ايه الحلاوه دي؟ دلعه بقى، دلعه، روح وتعالى عليا مع الرز. نفرم الكزبره ناعم، شويه رز مكسيكي، انا ايديا رايحه عليهم دلوقتي بشويه كزبره خضراء، اضربهم في قلب الرز. حطيت شبت وبقدونس قلب على محشي مصري، هي كزبره خضراء وبس. هم دول زي ما هم كده. يلا هنا هنا العب، هو ده. حلو. تقليبه عشان الرز كده جاهز. مختلف طبعا. عايز تشوف الدنيا؟ هو ده. الف انا وشفا. ايه ده؟ ده عود روزماري انا حاطه فليفر وطعم، ملوش عوزه بعد كده خلاص هنشيله. الرز في الطبق الحلو ده كده، اللهم صل على النبي. تعالى يا حلو، ولكن النظافه يا مغازي. انت واقفه في مطبخك رايقه زي الفل، نظافه من وقت للتاني، مش تخسري حاجه، هتقفي رايقه وفايقه وكل حاجه حلوه معاكي. نغرف الرز بتاعنا ده سريعا كده. الطبيعي الرز البسمتي غير المصري. الرز البسمتي لو ما غطيتيش يعني الحله مفيش مشكله. زي المكرونه كده، شفت الرز؟ حبيت الرز. يلا حبايبي. رز بخلطه التاكو، بيتكلم مكسيكي ولكن بخف الدم مصري. لسه التركايه رقائق الدوره لهاش على الرز. هو ده التقليبه دي. يلا لازم القرشه اللي تحت السنان. نغرف الطبق ده كده، اللهم صل على النبي. شويه رز، لا تقولي لي بقى المكسيك ولا البرازيل. شويه الكزبره الخضراء اللي حطيته مع الرز هنا قلبوا كيانه، خاصه الكزبره المصريه. برضو الكزبره المصريه بتاعتنا غير الكزبره اللي موجوده بره، اللي بره ملهاش لا طعم، هي شكل بس كده،
تحس الورقة من الأطراف زي الكزبرة العادية، العنوان واحد ولكن الطعم مختلف. الطبق ده خلص كده، لسه الكفتة ليها موقف معاها، خلي بالكوا عشان كده سايبها للآخر. احنا معانا وقت قد إيه يا شباب؟ الله بنت حلال. شوية الرز بيتكلموا في الطبق، بيقول لك هم هم هم، أكلك منين يا بطة؟ العب. نيجي للكفتة بتاعتنا نطلعها بقى عشان هي جاهزة كده. اللهم صل على النبي. دي هنا كده، والطبق الحلو ده كده هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عملت ايه النهارده يا شيف؟ انجازك كان ايه النهارده؟ انتاجك كان ايه النهارده؟ زي المهندس في موقعه، الدكتور في عيادته، المحامي في مكتبه، والقاضي في منصته. بننتج، بنشتغل، بنفرح بانتاجنا، ده الطبيعي. بس من بدايه ما كل واحد بيشتغل، لما بعمل اكله حلوه بفتخر بيها ان انا بقدمها لكل الحبايبي. عملنا السلطه لوحه فنيه، عملنا رز بخلطه التاكو اللطيف الجميل، مختلف غير الرز اللي بنعمله كل يوم. عملنا الكفته الجميله اللي بتتكلم مصري ولكن بطعم مكسيكي. يعني احنا النهارده في المكسيك، بنحييكم. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه حتى من كل دول العالم. منين يا شيف؟ من ماس بيرو.